بس في نقطة قبل ما نخلص كلامنا في الخبر ده، البعض طلع وقال لك يا كريم، طلع قال لك هو الأهلي خايف ان هو يلعب على ملعب حد تاني. لا بص، لما تيجي تقول حاجة الواحد لازم يتكلم بلغة يبقى فاهم هو بيقول ايه. لما تيجي تتهم حد بحاجة اعرف تاريخه عامل ازاي، اعرف الباك جراوند بتاعه ازاي، اعرف البطولات اللي خدها قبل كده كانت على ارضه ولا على ارض الغير. النادي الأهلي ما بيخافش، النادي الأهلي لما بيدافع عن حقه، اصل حتى لو مش هتكلم عن النادي الأهلي، انت كشخص لما تيجي تدافع عن حقك، لما تيجي تتمسك بحقك، ده مش معناه ان انت في موقف ضعيف، ده مش معناه ان التاني بيديلك اصابع اتهام وانت مجبر ان انت تبرر ابدا. انا لما باجي ادافع عن نفسي او لما باجي ادافع عن حقي، ده لان انا لي حق من حق ان انا احفظه، احتراما للنادي، احتراما لجماهير النادي، احتراما لتاريخ النادي، احتراما لحاجات كتيره جدا. فده من حق النادي الاهلي ان هو يعمله، واحنا كلنا اكيد بنسانده. على فكره انا ما بتكلمش برده عن الاهلاويه بس اللي بيساندوا النادي الاهلي في هذا القرار. تاني، النادي الاهلي هو النادي المصري الوحيد اللي بيمثل مصر في هذه البطوله، فده موضوع ملوش علاقه فقط بالنادي الاهلي. فنقطه مهمه جدا، الكلام اللي بهذا الشكل أعتقد ملوش أي لازمة تماما. النادي الأهلي ما بيخافش من حد، وريني مباراة أو بطولة النادي الأهلي خاف فيها. ده على العكس، النادي الأهلي بيحقق البطولات على أرض الغير. فخلينا بس لما نقول حاجة بعد إذنكم نبقى قدها أو نبقى فاهمين هي إيه بس، صح ولا غلط؟